وزارتين أمنيتين كبيرتين هم وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي، وبين إجمالي المشهد في هذه المحاكمة من التحية العسكرية التي تؤدى لحبيب العدلي والمعاملة الفندقية التي يلقاها مبارك ونجلاء وأعوانهم في سجن ترى، والحركة المستقلة التي يتحركون بها دون كلبشات أو مظاهر اتهام واضحة حتى لدى من حصل منهم على أحكام ولبس البدلة الزرقاء. عجبني الحقيقة تحليل الأستاذ أحمد ساوي، ليه الناس بتشعر إن إحنا بنتفرج على مسرحية، إن محاكمة مبارك كأننا بنتفرج على مسرحية كما ذكرها الكاتب، بيقول إن في أدوار غامضة يعني بيلعبها البعض في هذه المسرحية. العبرة بالنهاية هو حكم محكمة، وهو المحكمة ستنظر في جميع الوقائع. وإحنا أنا شخصياً ما عنديش يعني أدنى شك أن هذه المحكمة ستنظر إلى هذه القضية بثلاث حاجات، هتراعي ربنا وهتراعي ضميرها وهتراعي القانون. وما فيش أي حاجة حد بيقول أصل في ضغوط شعبية، أصل في ضغوط رأي عام. أنا لا أتصور أن هيئة المحكمة الموقرة اللي بتنظر هذه القضية لا هيضغط عليها. مثلا النهاردة مثلا بنتكلم على بعض الدول الأوروبية بعتت تقول ما تعدموش مبارك. هل المحكمة هتستمع لهذا الكلام؟ هل المحكمة ممكن أن يضغط عليها من دول أوروبية بأمارة إيه؟ القاضي ما عندوش بقى لا أوروبا ولا روسيا ولا ألمانيا ولا الناس اللي قالت احنا النهاردة ما تعدموش مبارك. النهاردة في كلام بيتقال كده، مش ده تصريحات رسمية صدرت من بعض الدول، لأن هو كبير في السن وأن هو يرحموه ما تعدموهوش. هل القاضي المصري هيستعمل هذا الكلام؟ القاضي المصري عنده قانون وعنده ورق. اللي قالوا كده ما قالوش على الشباب، زهرة شباب المصري ولادي وأولادك. وحضرتك لو حد قال لي على ابني ولا على ابنك كده هقول له أيوة. لا 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 معلش، والنبي عنده كبير في السن. ما فيش، كل اللي ماتوا دول حقهم ياخدوا انهم ياخدوا حقهم 24 رب. ما فيش حاجة اسمها واحد يتقتل عشان طالع يتظاهر ويقول أنا مش عاجبني حاجة يموت. سواء ابني او ابنك او اخونا او اي مصري. صحيح. هذا الكلام غير مقبول. صحيح. وغير مقبول، مش بس كده، غير مقبول النهارده ولا بعد كده ولا قبل كده. يعني كبير في السن، ايه علاقه كبير في السن؟ يقولوا اللي يقولوه، ومين هيسمع الكلام ده؟ كل الكبار في السن ينزلوا، احنا كبار في السن دلوقتي نقدر نرتكب جرائم في هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام لن يتم النظر اليه من القاضي ولا المحكمه على الاطلاق. زي ما قلت لحضرتك، المحكمه دي هتنظر من ثلاث حاجات: هيراعوا ربنا وهيراعوا ضميرهم لانه هيسالوا امام ربنا على هذه الاحكام، ويراعوا القانون اللي هم بيشتغلوا عليه فقط لا غير. ورق وادله وشهود ودفاع بيتكلم. في النهايه راي المحكمه بيبقى راي ثلاث قضاه مجتمعين. قصه واضحه يعني. معنا سعاده اللواء على الهاتف الاستاذ الصحفي الاستاذ محمود سعد الدين. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتوره. كل سنه اليوم السابع. اهلا ازي حضرتك؟ فين الاستاذ خالد؟ احنا قاعدين مستنيينه كل مره يجي متاخر. انتوا بتقعدوه كتير عندكم في الجورنال؟ لا انا معلوماتي انا جايه في الطريق. في الطريق. طب كويس، ان شاء الله يوصل بالسلام. تحياتي لضيف حضرتك استاذ محمود. حضرتك مشرف على الموضوعات السياسيه ولا على مجلس الشعب ولا ايه؟ يعني حضرتك وظيفتك ايه بالظبط في بصي يا دكتوره، أنا محرر، والمحرر عندما تتاح لي أي معلومة في أي مجال من المجالات المختلفة، خاصة إذا كانت معلومة خصبة قابلة للنشر والتداول وفقا لمصدرية مهنيتها، فإحنا بننشرها فورا، وده الأساس اللي بنعتمد عليه. أنا اشتغلت في اليوم السابع من فترة على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا في أكثر من مجال. في البداية اشتغلت في مجال النيابة العامة والتحقيقات، ثم انتقلت للملف السياسي، ثم حاليا شغال في الملف البرلماني. لكن مع كل مجال من المجالات المختلفة اللي الواحد بيشتغل فيها بيكون مصادر او بيكون علاقه طيبه مع عدد من المصادر القويه في المجال، وبالتالي بيتاح اليه من خلال علاقته بالمصادر دي ان توفر اليه المعلومات المختلفه اللي بيتم تفعيلها ونشرها وفقا للاساس اللي كلنا بنعتمد عليه في ضوء من المهنيه والصحفي. اولا انا بسالك على كده لاني عارف لاقيك عارف في كل حاجه ما شاء الله يعني، وعلاقتك قويه جدا. دي شهاده كبيره قوي، ربنا يخليك كده. حضرتك نشرت هذا الملف المهم، ونشرت خبر سعاده اللواء ودفاعه عن الكاميرات التي ركبتها المخابرات في المتحف المصري، وذكر سعاده اللواء انها للرقابه داخل